حدد تاريخ رسوم كهف لاسكو وكفن تورينو باستخدام تقنية التأريخ بالكربون 14 المعروف بالكربون المشع، ومن خلال قياس نشاط هذا الكربون الموجود في المواد العضوية. يحتوي الكائن الحي على الكربون 12 والكربون 14. يتواجد الكربون المشع بمعدل ثابت بفضل عملية التفاعل مع الغلاف الجوي طالما أن الكائن على قيد الحياة. وعند وفاة الكائن الحي لا يتجدد الكربون المشع، بل يتفكك تدريجياً وينخفض النشاط الإشعاعي الطبيعي ببطء. ينخفض الكربون المشع بمقدار النصف كل 5730 سنة، ويسمى ذلك نصف عمره. وقد فاز العالم الأمريكي ويلارد ليبي بجائزة نوبل الكيمياء عام 1960 بعدما اكتشف مبدأ كرونومتر لقياس الكربون المشع. يحدد الباحثون كمية الكربون المشع عن طريق قياس النشاط الإشعاعي للعينة أو عن طريق حساب عدد ذرات هذا الكربون من خلال منظار طيفي بهدف معرفة عمر الكربون لجسم ما. يمكن ذلك من تحديد اللحظة التي مات فيها الكائن من خلال مقارنة مستوى الكربون المشع بمستوى الكربون 12 الذي يبقى مستقراً. تستخدم هذه التقنية في علم الآثار وعلم الزلازل والبراكين وعلم المناخ وعلم الزراعة وعلم المحيطات، وهي دقيقة للغاية ولكن لها حدودها، إذ يجب أن يكون عمر العينة أقل من 50,000 سنة لتحليلها، ولا تعمل إلا على الكائنات الحية لا على الصخور مثلاً.